كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة، يدوب قلدنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه أبائنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك وصالحها رجع لها. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها. راجل ماشي في شارع فاضي، الراجل حزين جدا وباين على ملامح وشه ان هو شايل كل هموم الدنيا فوق دماغه. الراجل ماسك شنطة صغيرة ومتمسك بيها جدا، وكأنها هي اللي فيها كل حاجة كانت باقيه له. الراجل ماشي في الشارع وهو حزين، ومرة واحدة يظهر شاب من شارع جانبي بيجري ياخد منه الشنطة ويخطفها ويطلع لآخر الشارع، يخش أول ناصية ويختفي. الراجل اتجنن، شنطتي شنطتي راحت فين؟ ده هي كل حاجة عندي. طلع يجري ورا الشاب، في أول ناصية بيبص لقى الشنطة محطوطة على الأرض. من بعد الحزن اللي كان مرسوم على ملامحه يبتسم ويحس بسعادة فظيعة إنه لقى الشنطة بتاعته اللي كانت هتضيع منه، خدها وحضنها جدا وهو فرحان بيحمد ربنا ويقول الحمد لله لقيت الشنطة. مرة واحدة ظهر الشاب اللي خطف الشنطة وقال له حضرتك من شوية صغيرين كنت حزين، شفت ملامح الحزن كلها على وشك رغم إن الشنطة دي كانت معاك، لكن لما اتخطفت منك ولقيتها تاني على الناصية رجعت تتبسط وفرحان بيها رغم إن هي برضو كانت معاك. فكرك ليه؟ الشكوى، مين فينا ما بيشتكيش؟ مين فينا في حياته ما بيقابلش عوائق وحاجات صعبة في حياته تخليه يبقى عايز يشتكي ويروح يفضفض للناس القريبة منه أو حتى لأصحابه أو لزمايله في الشغل؟ يشتكي طول الوقت. لو احنا ركزنا هنبص نلاقي حاجات كتير سلبية حوالينا، سواء في ظروف المعيشة بتاعتنا أو في شغلنا أو حتى في الكلية بتاعتنا، الامتحانات الصعبة اللي بتجيلنا. ولكن محتاجين نسأل نفسنا سؤال، يا ترى الشكوى اللي بنشتكيها دي في مكانها الصحيح؟ يا ترى حجم المشاكل اللي موجودة عندنا يستاهل الشكوى دي؟ أسئلة كتير محتاجة إجابة. النهاردة هنتكلم عن الشكوى وسيكولوجية الشكوى عند البني آدم، وليه احنا أصلاً بنشتكي، ويا ترى الشكوى دي كويسة ولا مش كويسة، هتفيدنا ولا هتضرنا. في علم النفس الشكوى عرض من الأعراض اللي بيخلي أخصائيين علم النفس يبتدوا يقفوا عندها ويراقبوها. لو الشكوى كترت بتتسمى حاجة اسمها chronical victimization، إن البني آدم اللي بيشتكي ده يعيش دور الضحية، يبتدي يستلذ بإن هو بيشتكي ويبتدي يستلذ بإن يشوف الناس بتتعاطف معاه وبتحس بالألم بتاعه. لكن السؤال المهم، الشكوى دي هتودينا فين؟ لو دخلنا جوه المخ بتاعنا وبصينا هنلاقي شوية تغيرات بتحصل لنا لما بنشتكي. أول حاجة في منطقة اسمها الهيبوكامبس. الهيبوكامبس دي هي اللي مسؤولة عن حل المشاكل وإدراك المخاطر اللي حواليك عشان تقدر تخرج نفسك منها وتحلها. تخيل البني آدم كثير الشكوى، حرفياً الجزء ده من المخ بيبتدي ينكمش ويبتدي قدراته تقل عن الأول. كمان في هرمون اسمه الكورتيزول، هرمون ده بيفرز لما البني آدم يبقى بيشتكي أو حاسس إن هو مش مستريح أو حاسس إن هو متوتر، بتزود التوتر بتاعه وقد تؤدي إلى أمراض كتير زي السكر أو ارتفاع ضغط الدم عند البني آدم. فتخيل أنت ممكن تكون بتأذي نفسك إزاي لما بتشتكي كتير. السؤال، الشكوى هتؤدي لإيه؟ كلنا بنتعرض لحاجات سلبية في حياتنا وكلنا بيبقى ناقصنا حاجات، لكن الشكوى نفسها ما بتحلش حاجة،
صحيح احنا بنبقى محتاجين نفضفض ونطلع الطاقة اللي جوانا والحاجات اللي مضايقانا، بس بعد ما نطلعها المفروض نتحرك. أخطر حاجة يعملها البني آدم إنه يفضل غرقان جوه بحر الشكوى، طول الوقت بيفكر فقط في السلبيات، بيحط فلتر قدام عينيه ونضارة ما بيشوفش بيها غير السيء فقط، ما بيشوفش غير الحاجات الوحشة. لو احنا بصينا على الشكوى هنعتبرها هي السم اللي بيخش جوه جسمك، والسم ده الترياق بتاعه في حاجة واحدة بس، وهي الامتنان. كم واحد فينا فكر قبل كده في التفاصيل اللي موجودة في حياته من النعم، الحاجات البسيطة قوي زي النفس اللي انت بتاخده، زي مثلا ان انت يكون عندك شغل بيدخلك دخل تقدر تاكل منه وتصرف على اهل بيتك، او تقدر تحقق منه بعض الحاجات ولو بسيطة اللي انت محتاجها. كم واحد فكر في نعمة الستر كنعمة، اي حاجة موجودة حواليك، وجود صحاب، وجود اهل، وجود حتى ناس بتسندك في وقت الشدة بتاعك. فتخيل ان انت الشكوى بتعميك تماما عن ان انت تشوف كل النعم البسيطة دي. نعمة النظر لوحديها لو انت بصيت عليها هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى لما حطها في ميزان قدام كل الاعمال الكويسة لعابد قاعد يعبد ربنا 50 سنة، فرجحت نعمة البصر بس، وكانت اعتقد نور البصر حتى مش البصر. فتخيل ان انت ما بتبقاش شايف اي نعم موجودة عندك خالص، وطول الوقت غرقان في السلبيات فقط. طب الحل ايه؟ تعال نفكر في المخ بيشتغل ازاي. زي ما في كورتيزول وزي ما فيه هيباكامبس المفروض مسؤول عن حل المشاكل، في حاجات جميلة تانية، في الدوبامين. لما حضرتك بتقوم وبتحاول تنجز حاجة في حياتك كويسة، أو تعمل حاجة صغيرة بس كويسة في حياتك، قرب من ربنا، تصلي، تحاول تبر والديك، تحاول تنجز حاجة ولو صغيرة في الشغل بتاعك، بتعكس التأثير بتاع كل الهرمونات السلبية دي، يبتدي مخك يبقى رايق ويبص بشكل أحسن. ساعتها منظورك للحياة والنظارة هتختلف تماما. السلبيات جزء من حياتنا ومش هيختفي، وطول الوقت هتلاقي حاجات بتعكنن عليك صفو حياتك، ما تبقاش أحسن حاجة. لكن لو انت ركزت على الحاجات الكويسة اللي موجودة أكتر، هتساعدك أصلاً ان انت تحل السلبيات اللي موجودة دي وتقدر تخلص منها، وحتى لو قابلتك بعد كده سلبيات تقدر تتعامل معاها كويس. فكر في ان انت تصوم عن الشكوى مع نفسك لمدة 24 ساعة، وشوف المنظور بتاعها بالنسبة لك هيبقى عامل ازاي. زي ما بتصوم عن الاكل والشرب عشان تنظف جسمك وتنظف دورتك الدموية تحس ان انت في حالة احسن، نظف جسمك من كل الشكاوى والسلبيات والحاجات الضلمة والوحشة اللي هو بيشوفها في حياته، وشوف تأثير ده عليك هيكون ايه. في بينا ناس كانت شعلة حماس، بس الشعلة انطفت والأحلام اختفت، ومع الأيام بقوا عايشين والسلام. كان فينا زمن شغف ومع الأسف اتنسف، ولا سايبين بصمة في حاجة يدوب قلتنا اللي سبقنا، وبنتحجج ونقول هذا ما وجدنا عليه أبقنا. فين نفسك فين نفسك، دور هتلاقي نفسك وصالحها رجع لها. هي ترضى انت تهدى، بس هي هترضى امتى لما تعيش حلمها؟